السلام عليكم. السلام عليكم الاحباب ديالي، كثير لاباس عليكم. بلاتي نقادو هادشي لان هادشي ما كيبانش مزيان. غادي نحط المكونات كلهم هنايا. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض واحد الحلوة او حلوة الزبدة. اولا بعدا نبداو افتتاحية ديالي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في القناة ديالكم ديليز كيما كوين. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا حلوة مع بعض. هاد الحلوة هادي ديال الطفولة، كانت كتحضرها لي الوالدة ديالي، وصراحة حلوة زوينة بزاف. هي حلوة ديال الزبدة ولكن فيها المكسرات. هاد الطريقة باش الدراري الصغار ممكن انهم ياكلوا المكسرات. هنا عندي مكسرات كاملين، ممكن ديري اللي بغيتي، ممكن تكتفي غير بكاوكاو والزبيب. ودابا غادي نعطيكم المقادير. كنعتذر يكون الصوره ما كتبانش، ولكن غنحاول انني نقرب لكم يعني المكونات. اول حاجه عندنا هنا بيضه، كتبان البيضه، ما عرفتش علاش ما كيبانش المكونات، لان اول مره غادي نصور صراحه ما مازال ما كنعرفش مزيان. المهم اعتذر. هنا كاينه بيضه، هنا عندي الزبده. صراحه الزبده ما خصهاش تكون دايبه، خاصها تكون في حراره المطبخ. انا بغيت نزبي فدخلتها الفران فدابت ليا. عندي 125 غرام ديال الزبده. عندي هنايا تقريبا 51 غرام ديال اللوز. انا درت هنا لي زيفيلي ديال اللوز، حتى هما راهم زوينين بزاف بزاف. عندي هنا تقريبا 50 غرام ديال لي بيبي دو شوكولا. عندي 50 غرام ديال الزبيب. عندي 50 غرام، وممكن تديروا كيف قلت لكم كاوكاو. هنا عندي 50 غرام ديال الزبيب. هنا عندي 50 غرام ديال اللوز، انا هنا درت لي زيفيلي لان عندي ديجا محمرين. عندي هنايا 50 غرام ديال الشوكولات، وعندي هنايا ربع كاس ديال الزيت، هذا الزيت العاديه. سلام سلام عصام، كي داير خويا؟ لاباس عليك. سلام نجاح حبيبه ديالي، لاباس. هنا نص خماره، وعندي هنايا فانيلا. بالنسبه للدقيق كيبقى حسب الخليط. كنتمنى انكم تكونوا يعني رديتوا معايا البال للمكونات، لانني كنصرع ما رداش البال واش وزابيت شي حاجه ولا لا. المهم هادو هما المكونات اللي عندي. عندي البيض، الزبده، المكسرات، الزيت، والفانيلا، والخميره. دابا غادي نبداو نصوبوا الحلوه ديالنا. دابا اليوم ما كاينش فيديو بالمونتاج، يعني غادي تشوفوا الكواليس والكواليس وكلشي. الكواليس والكواليس كاع الكواليس اللي كيوقعوا لنا في المخبعين عليكم غيبانوا دابا. كي داير عصام؟ لاباس عليك. الى عجبتكم فكره انني نبقى نحط لكم هكا لايفات ديال داكشي اللي كنحضر في النهار، فقولوها لي. انا كلشي تقريبا كنحضرو، لكن كنت كندير لكم لايفات في بلاتي نشوف. اوكي هنايا ندير لكم لايفات في تيك توك، وعلاش ما نديرهمش في اليوتيوب؟ صافي غادي نقاد البول ديالي باش يبان لكم. اوكي اول حاجه كنبداو بها هي الزبده. نسيت السكر، اهم مكون هو السكر. عندي كاس صغير ديال السكر، انا غادي نجيبو، نسيتو. عندي كاس صغير ديال السكر، ما تنعبرش بكاس ديال العلبة، تنعبر بكاس ديال اتاي. غادي نجيب كاس ديال سميتو، انا معكم الحمد لله. مرحبا. هالكاس باش تنعبر، هذا هو الكاس باش تنعبر، يعني كاس صغير هو اللي تنعبر به السكر، تنعبر به الزيت. شكرا عصام، الله يخطيك، الله يخطيك اخويا، شكرا، مرحبا بك. بارطاجيو اللايف باش يدخلوا الناس الجديدين، بارطاجيو اللايف. هذا كندير لكم داكشي ديال تيك توك. انا بعمل الفيديوهات كره القدم، لكن يوجد دعم، ان شاء الله يدعموك، علاش لا. اذا هنايا غادي نديرو اول حاجه، كنديرو الزبده. انا قلت لكم الزبده تكون في حراره المطبخ، انا كنت بغيت نزرب زعما باش نصور لكم، فدوبتها بزاف، ولكن انا غادي مزيانه. هنا درت السكر، غادي ندير الفانيلا. انا صراحه كلشي كنديرو دقه واحده، يعني ماشي بالضروره نبقى نخلط بالحاجه بالحاجه. فالمكسرات والسكر والزبده كندير كلشي هكا دقه واحده. الشكلاط ما غاديش يدوب، يكونوا هانيل، هذا كاليتي مزيانه ما كيدوبش نهائيا. غادي ندير الزيت، صافي كتبقى لي غير الخميره والبيضه، هادو كلهم غادي نخلطهم هكا.
لان الزبده في حراره المطبخ فهي دغيا هانتوما دغيا كيتخلط دغيا تيولي الخليط هكا. شفتوا هنا غادي نضيف البيضه. تبارك الله كتجي غنيه بالمكسرات. هذه هديه المهدي نجاح، هذه هديه المهدي ولدي، هديه له لان فيها المكسرات كاملين، فيها القرقع. انا ولادي ما كيبغوش ياكلوا لي القرقع والزبيب واللوز هكاك، فكندير لهم هذه الحلوه هذه. وهذا الحلوه الزبده اللي كتحضرها لنا الوالده ديالي باش نتابعوا معاك. خاصنا نكونوا معلومين على الوصفه. اوكي انا مساند رسمي ديالي ماشو. مرحبا خويا عصام، راه كاينين حتى الخوت ديالي والاصدقاء ديالي، مرحبا بكلشي. هنايا قلت لكم كنديروا البيضه وكنديروا الخميره. قلت لكم هذه طريقه ذكيه باش الوليدات ياكلوا المكسرات. راكم عارفين انا ولدي عنده مشكله ما تياكلش. ان شاء الله ان شاء الله. اوكي اوكي نجاح. اوكي غدا ان شاء الله نعلمك. الا كنت غندير شي وصفه غادي ندير لي ماكارون. الا كنت غنصوبهم اون لايف نعيط لك وحضروا معايا ماكارون صحيين. اذا كيف كتشوفوا تندير شويه ديال الدقيق وتنحاول غير بشويه باش ما يذوبش ليا الشكلاط. الاخر ما غاديش يذوب لان هذا كاليتي مزيانه، هذا غيس شوكولا غيس. سلام، اهلا اهلا سهام، مرحبا بك حبيبه ديالي مشجعاتي الرسميه. تنطيب سباغيتي ديالك بالصحه والراحه حبيبه ديالي بصحتك. نجاح خصك تجربي سباغيتي اللي كندير بالحق. راه جربتيها وقيله، كنتي جربتيها قلتي لي صوبتيها شي مره. اللي كنصوب ديال اللي كيكون فيها لي زيمانسي والخضره ديك الازياتيك. ممكن تقولي لي العطريه ديالها فيها غير سكينجبير. الا عندك سكينجبير طري من الاحسن، فيها الابزار والزعتر والازير والملحه. ولا كنتي غديري كنور بلاش من الملحه، صافي هادشي اللي كاين فيها. اعطينا السهله واخا حبيبه ديالي، واخا انا عارفه كنتي معسل. صافي كنجمعوا، حاولوا انكم دائما الحلوه اللي يكون فيها الزبده ما تدلكوهاش، جمعوا غير بالاصابع لان الزبده كتسيح في الفرن وكيتغير الشكل ديال الحلوه. فبزاف الناس كيصوبوا صابلي او كيصوبوا شي غريبه او شي حاجه كتسيح لهم في الفرن، تتقول لك لا ما عطيتينيش المقادير مضبوطه. الا ما خصكيش دلكيها. كيف كتشوفوا انا كنجمع غير بالاصابع ديالي، كندير غير هكا. شفتوا انا اصلا كلشي كندير ليه هكا، يعني العجينه كلشي تنجمع غير بالاصابع، كل حاجه تنديرها لاستيس وتنديرها غير بالاصابع باش ما تنقصص على المجهود بالنسبه لليدين ديالي. عطينا سهله. صوص سوجا؟ لا ما عندهاش صوص سوجا، ما عندهاش صوص سوجا، ما عندهاش صوص سوجا. عصام قلتها لها لكن ما عندهاش صوص سوجا. داكشي علاش قلت لها انا ديري في بلاصه صوص سوجا، على الاقل كنور كتعطي واحد النسمه زوينه. ما عندهاش صوص سوجا هي. صافي هكا، صافي يكفي انا غندير لها غير هكا. هي تجمعات غير تجمع فقط، ملي تجمع ليا هكا صافي. غنجي نجيب دابا الطاو ديالي هكا، غير تجمع وتكون عندي متجانسه. ما شاء الله كيف كتشوفوا راها عامره بزاف بزاف بالمكونات. انا نقرب لكم الكاميرا، ما عرفتش علاش كيبان لي الكاميرا ما كتبينش مزيان. شفتوا هذه هي. غادي نجيب دابا الطاوه من داك القاد. ممكن تعبدي ليا المقادير حبيبتي، بصي عمرك كتكفوا صفاتك. وهذا الشيف عصام ديالنا، هذا صديق ديالي عزيز بزاف بزاف غزال. ما شاء الله ما شاء الله، وليني تنقل وقاتي. نطفي على الغداء ونكمل الوصفه معاك. اوكي بغيتي المقادير ديال الحلوه انا نعطيهم لك، نعاودهم لكم دابا. انا كنخدم ونعاودهم لكم. ونسيت واحد الحاجه مهمه البنات، شتو قلت لكم راه دائما كيكون عندنا نسيت القرقع غادي نضيف. قلت لكم راه غادي تشوفوا اليوم فضائح، كاع الفضائح اللي كيوقعوا ليا غتشوفوهم على المباشر. وصراحه عجبتني قضيه المباشر، فضيحه بقلاقل. صافي ها انتم صافي، دغيا دخلت شتي، دغيا دخل القرقع. القرقع محمر ولا هكاك؟ لا محمر، كلشي محمر، كلشي محمر، كلشي محمر الا الزبيب والشكلاط كيكونوا هكاك. الا غديري كاوكاو ديري هكاك، الا غديري سميتو ديري محمر، الا غديري زنجلان حتى هو. المهم انا هاد الهدف من هاد الحلوه هادي ان الدراري ياكلوا المكسرات، ما خصوش يتحمر كيولي حار. لا لا لا
عصام ما كنحمروش ديك التحميره اللي كتعرف، كندخلو للفران دقيقه واحده، كيكون الفران سخون كنطفي عليه وكندخلو للفران باش كيتهرمش ليا باش كيجي المذاق ديالو زوين. غير جرب هاد الطريقه، ماشي تحمر نهائيا، ما حار ما والو، غير كيسخن كيولي كيقدر يتهرس، فهمتيني؟ وحتى المذاق يجي فيه واحد المذاق زوين. لكن الا دازت درجه الحراره ديالو يعني عفوا الطياب ديالو فات دقيقه تيولي مر، وعندك الحق في هذه، هذا ماشي مر، حتى اللوز راه ما حمرتوش بزاف. دابا اختي كتهينو انت راكي قريبه تقدري تجي تاخدي حقك، قال لك عبدو صاحبتك تتشهيني ربي يخليه لك، غير حمريت بيه حتى هو ما حل والو. علاش لا ساعه مرة مشهور داك الفن السحري، راه خليت لك تعليق في التيك توك ربي يخليك. شكرا شكرا، تابعونا مع بعض بالنسبه للناس اللي في تيك توك. انا غادي نجيب دابا الصينيه ديالي، وهنا غادي نفكركم في الحلوه ديال زمان، ديال زمان ديال زمن زمن جميل. بلاتي غندفعها وقيله هكا، لا عرفتوا انا مخربقه مع هاد الكاميرا، ما عارفاش شنو كيبان لكم شنو ما كيبانش لكم، حتى غير التليفون حدايا ديال ولدي كان مره كنطو ساعي سمر. الوصفات ديال كريمه غير بوحدهم، ربي يخليك حبيبه ديالي لهلا يخطيك، راكي مزيانه. شكرا حبيبه ديالي، شكرا شكرا مشجعات رسميه. يلا بارطاجيو اللايف، كاينين غير حنا ثلاثه يا ويلي، الافتتاحيه بثلاثه ديال الناس كيبان كلشي. شكرا انا نجح الله يخطيك، شكرا حنتي سندتيني، انا فرحانه انا فرحانه كاينه المسانده. ها نتوما شوفوا بالنسبه للعجين، هي هذه تنهز تنكور كويرات هكا، غادي نحطهم هنايا نحاول نضغط عليهم. انا الصراحه هاد الغريبه هذه ما تنديرهاش غليظه نهائيا، فهمتوا يعني ما تكونش طالعه تكون رقيقه، واصلا هي كيكون فيها المكسرات فكتشقق لان تبارك الله عامره مكسرات، لذلك خاص دائما يدك تكون دايره. انا نوريكم لان هذا القطع راسي كنحط في الجهه المقابله. بلاتي ام هادي كيشوفك حبيبي، كاين ربع هادي كيشوفك وكبيده ديالي بوسي هليا. هاد الحلوه المهدي، انا قلت لك هاد الحلوه ديديكاس المهدي مطبخ وهيبه. وهيبه مرحبا بك. انا عبد المغيث راهم وصفات ديال كلهم غير كتشفرهم ليا وياه وياه ما بداو كيبانو اعداء النجاح، راه كنسرق ليه وصفاته. بارطاجيو تو لك في الفيسبوك وغيدخلوا عندك المنافسات ديالي. مرحبا مرحبا بالجميع المنافسين واللي كيبغيو كلشي يجي يستافدوا بعدا ويجربوا الوصفات. كيف قلت لكم انا عاود لكم المقادير بالنسبه غريبه، لا ماشي غريبه هذه حلوه، هذا ديك حلوه ديال الزبده، هاد حلوه الزبده كتصوبها لنا الوالده ديالي، لكن انا دائما كنزيد فيها حويجات. فقلت لكم فيها 125 غرام ديال الزبده في حراره المطبخ، ربع كاس ديال الزيت، بيضه، المكررات كلهم. فانا دايره الشكلاط، دايره اللوز، دايره سميتو الشكلاط راه ماشي مكسرات لكن ضفتو الشوكولات، الزبيب، درت اللوز، درت القرقاع، ممكن ديري كاوكاو، ممكن ديري زنجلان، المكونات او المكسرات كلهم ديرهم، حتى دريت الكتان ممكن تجي زوينه، حتى بودر شيا تجي زوينه. يعني حاولوا دائما الحلوه اللي غنديروا او الحاجه اللي غنديروا للوليدات ديالنا ندخلوا فيها، حنا دائما كنعطيوهم الحلوه ندخلوا فيها شي جانب اللي هو شويه صحي، عمروها بالمكسرات. انا دابا تبارك الله راه 50 غرام ديال المكسرات ما شاء الله راه جات عامره، شوفوا العجين عامرة بزاف، وفيها بيضة كيف قلت لكم، فيها كاس صغير ديال السكر. العشية نحطو في اللايف عندي مع العشرة، وفي العشية شنو اللي غتحط في العشية معرفتش، إن شاء الله يا ربي غدا تشريها لي مع عبدو عبدو الغزال بوسيه ليا بزاف. هاد سميتو الوليدات الصغار، هاد الحلوة الوليدات هادي كنصوبها لولدي، لأن ولدي راهم عارفين اختي نجاح عارفه شنو كاين، ولدي ما كيبغيش ليا كلشي فكنضطر ندير معاه القوالب، هادي حيله من الحيل اللي كندير له. اجي بو كازا ممكن تقطعوها بالموس قالت لك ما باغاش تكورها بغات تقطعها بالموس وتحطيها هكاك، انت غير عجنيها بحال هكا وحطيها في الفران نيشان غدو براسها
بالعكس راه صرف ليا والله. شكرا شكرا، تشجيعك صرف ليا. لا غندخلك اكيد، انت تخاصمتي مع الكوزينه ملي كنرجعك ليها بزز. انا راه ما عارفيني العشق ديالي هي الكوزينه. قلت لك بالنسبه لهاد الحلوه هادي مزيانه للوليدات والله العظيم، غنيه غنيه بزاف. بالنسبه للناس اللي ما كتبغيش السكر، حيدي السكر وديري لهم ستيفيا او ديري العسل، ماشي مشكل. علاش ما ديريش العسل؟ ديري الدبس ديال التمر. المهم انك تحاولي انك تبدلي وتغيري، علاش لا؟ اللي بغى شي حاجه صحيه راه انا كنحيد هادي وكنزيد هادي، وكتصدق تبارك الله غزاله. وقلت لكم غدا ان شاء الله غادي ندير لي المكرون صحيين صحيين، لا بغيتو تحضروا معايا ان شاء الله. اللي كنت غنحل لايف شهرزاد تتموت على الحلوه، ربي يخليها لك يا رب. قطعت فيها المتابعه تبعت وياه 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 وياه. الكوزينه كتبقى فهمتي مني ما كتلقاش تشجيع كطلع لك في الراس صراحه. انا واخا ما لقيتش تشجيع في القناه ديالي، لقيت تشجيع من الناس في تيك توك، من خوتي، من الاصدقاء ديالي، فدائما كنلقى تشجيع فما كنحط شي حاجه. تبارك الله تبارك الله كنفرح صافي، كنزيد كنقول ناري قفرتيها وتنخلي لخوتي المعن. عرفتي فاش كنت انا دابا الاخت ديالي كاينه تموت بالضحك. فاش كنت صغيره، فاش كنت في الدار ديالنا، كنت كان نهار النوبه ديالي كان حلوه بزاف، فاش نخلي لها هي المعن. كيف كتشوفوا انا فقط هادو ما ضغطتش عليهم، اللي ما ضغطتش عليهم غنعاود نضغط عليهم، لان خاصها تهبط فهمتوا، باش ممكن انا ما تجيش غليظه. كتعجبنيش لا في المنظر لا في حتى ملي تكوني عفوا كتاكلي كتلقاي داخل العجينه، لا خاصها تهبط مزيان باش ما تلقايش ديك العجينه لداخل. عندك الضيافه صاحبتي انا تنشجعك، عندك الضيافه ربي يخليك ليا. عندي الضيافه لكن غير الاخت ديالي وكاين صديقي عصام وصافي. انتيا وهيبه هادو اللي بانوا ليا صافي، هادو اللي كاينين صافي. ما تيبان لي تيبان لي خمسه ديال الناس، ولكن الخامس راه هو التليفون ديالي انا، دخل التليفون ديال ولدي. انا باقي تنخمم. اه حبيبه ديالي الله يعاونك. المهم هذا كان لايف تجريبي، الا عجبكم بقى دائما نديرو لكم ما يجعل البركه. ويه ماشي مشكل، الدنيا هانيه هكا نصطو مع بعض، علاش لا؟ عجبني الصراحه هكا كنحس براسي مرتاحه، تنضحك معكم تنجمع معكم. انا اصلا خصكي تعرفي واحد المساله سهام، ضروري خصني نهضر مع شي واحد وانا كنخدم، كنبقى كنعيط لشي واحد من الاصدقاء ديالي، نعيط لخوتي ولا لماما، ضروري انا تنخدم ونهضر، لان تنركز في اللي قدامي حتى ما تنركز في المرض ديالي. تيعجبني هكا ما تنبقاش نفكر لا حتى شي حاجه الا في داكشي اللي قدامي. لهنايا عندي طبصيل كندير فيه الدقيق وتندير هاد. انا صراحه قلت لكم غنرجعكم للزمن الجميل، كيقول لك جديد ليه جده والبالي ما تفرط فيه. انا ماما كديرها لنا بهذا، غنديرها بهذا. عندي مطابع اخرين لكن هذا عجبني اكثر. لصقات المهم غادي نديرو لها هكا، خصني نعمرو بالدقيق. انا قلت لكم راه غتشوفوا الكواليس. لصقات هادي لصقات، لكن غادي ندير حيتي هذا ما شدش لي الدقيق. اوكي ها هو دابا شد الدقيق مزيان، بسم الله. هاي خصو مزيان يعمر بالدقيق باش ما يلصقش ليا فيها لانها هابطه بزاف. شفتو الله يجعل البركه، خلينا غير ما ناكلو لي زحمنا حد. صحيح صحيح، مرحبا بكم كاملين. كم كنديروا الدقيق هكا تنهبط عليها هكا، نقدر ندير لها هكا ولكن انا تنهبط هكا الصراحه. شفتوا صافي راه تجي شاده راسها لان فيها الزبده، والزبده مع السكر راكم عارفين كتشد راسها. صافي هكا وتنضربها هكا. ها هي شفتوا، شتي افكاري ما كاينش بحالهم، سهلت عليك ربي يخليك والله عجبتني هكا احسن ما نبقى ندير مونتاج لا والو. كنتكرفص نكذب عليك، كنتكرفص ما كاينش المشاهده. اللهم انا ناشطه دابا ناشطه، كانت المشاهده او ما كانتش المهم انا ناشطه وضحكه معكم ومجمعه معكم. عجبتني فكره زوينه والله، شكرا ديك سهام عليها والله العظيم. نبقى دائما هكا ملي نبغي نحل شي حاجه نطيبها. يوفي السلام عليكم.
كي داير اخي لاباس عليك؟ بخير. على تيك توك بدا كيدخل. يلا بارطاجيو، ما تحس بيش حتى يطيب عادي تخلو ياكلو. لا صافي، شو عرفتي غادي ندير لكم؟ هاديكم دابا مسابقات، غنسالي وغندير لكم مسابقات حتى الطيب باش تشوفوها مباشره. اش بالك اش بالك يا سهام؟ واش نقطع حتى نوريكم المفاجاه من بعد ولا تبقاو معايا حتى الطيب ان شاء الله؟ راه مازال عندي طاوه اخرى تبارك الله، راه كتخرج كميه كبيره. عرفتي يوفيس سهام دائما تنجبدك ليها. هذه واحد الصديقه عندي من اليوتيوب ودائما تنقول لها يوفيس يوفيس يوفيس، كتقول لي بغيت نشوف هذه يوفيس. صدعت لها راسها، تنقول لها تنطلع لايف انا ويوفيس ونعيط لك. ايوا دابا قالت لك بغيت نشوف هذه يوفيس. كيفاش هذه يوفيس؟ يا مي حبيبه ديالي، يلا قولوا لي واش بغيتوني يعني نقطع اللايف وحتى ان شاء الله توجد ونحط لكم نتيجه نهائيه، ولا تبقاو معايا ونديروا مسابقات ديال الامثله، نديكم امثله شعبيه وكملوهم. اش بان لكم؟ البارح كنت غنحل لكم لايف ديال الامثله الشعبيه هنايا في تيك توك في اليوتيوب، لان كنديرهم انا صراحه، كندير امثله شعبيه وكنكملوهم وكتجي زوينه، كتجي كيتفاعلوا فيها الناس. الا عجباتكم نديروها هنايا. بغيتو حتى نرجع لا تيبقاو معاك؟ لا نبقاو معاك. او شكرا الحبيبه ديالي، عصني عليك حتى الطيب. صافي صافي انا ندخلها الفران وما تديوش عليا، راه يدي ثقيله فريمون، يدي ثقيله ما عرفتش المقادير باش نجربها. ها انت حبيبه ديالي عندك البيضه ياك، انا نقول لك بشويه باش تردي البال. عندك بيضه، عندك 125 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، عندك ربع كاس صغير ديال الزيت، عندك كاس ديال السكر، عندك 150 غرام من هادشي اللي غنقول لك دابا. الا ما عندك شي حاجه فيهم كتعوضيها باقي بالكاكاو والزبيب. المهم عندك الزبيب، اللوز، القرقاع، الشكلاط، ممكن ديري زنجلان، ممكن ديري زريعه الكتان. انا بغيتك ديريها وهيبه، لان انت صغيره خاصك تاكلي المكسرات. انا صوبتها الامينه ومحمد، هذه وهيبه شجعوها لي عفاكم. نجاح يوفيس سهام، دخلوا لي عفاكم عند مطبخ وهيبه، هذه واحد البنيته صغيره وعز عليها الطبخ وصديقه بنتي. نتمنى انكم تدخلوا تشجعوها صراحه، محتاجه الدعم ديالكم. دخلوا عندها، اجي واش كاين حقي تما؟ ويلي انت غير داخل حقك حقك حقك. لا ما كاينش حقك، هذا حق امينه ومحمد، امين وهيبه ومهدي وعبدو. صافي هادوما اللي عندهم، ماشي الاطفال الصغار، غير الاطفال الصغار. انت ناضوا لك درس العقل. صافي كيف قلت لكم انا يدي ثقيله، غير سمحوا لي. سلام اختي تبارك الله عليك، سلام حبيبتي قناه فيزاء ام ريان، مرحبا بك، ربي يبارك فيك اختي. شكرا. نعاود لكم مقادير ديال الغريبه او الحلوه، انا تنعتبرها حلوه. هذه حلوه الزبده بالمكسرات، فيها 100 غرام ديال عفوا 125 غرام ديال الزبده، صغير ديال السكر، ربع كاس ديال الزيت، نصف خماره، ساشيه ديال الفانيلا، قلنا شنو قلنا ثاني؟ الزبده، بيضه، والمكسرات. بالنسبه للمكسرات انا هنايا درت تقريبا قولي ربع كاس او 50 غرام ديال اللوز، القرقاع، الزبيب، ودرت فيها حتى الشكلاط. ممكن اي مكسرات بغيتي، ممكن ديري كاس زنجلان، كاس عفوا كاس كاوكاو، كاس زبيب، ويعوض لك هادشي كامل. الهدف من هاد الحلوه ان الوليدات ياكلوا المكسرات. انا غادي ندخلها الفران ونجي نكمل. ها نتوما هاي مازال كميه اكثر من هادشي اللي درت هنا، راه ما شاء الله خرج ليا اكثر من 60 حبه، يعني حلوه زوينه بزاف واقتصاديه. 125 غرام ديال الزبده راه ماشي شي حاجه. وهنا غنوريكم واحد المعلومه، بالنسبه لي انا درت الزبده، درت الزبده سبيسيال. اللي ما عندهاش زبده سبيسيال غنوريكم واحد الزبده ولا راه ماشي اشهار، هذه ماركيز. هاد الزبده زوينه، هي انسولتد، هذه زوينه، هذه ماشي زبده، هذه مارغارين، كدير واقيلا شي 9 دراهم ولا 10 دراهم، لكن ماركه زوينه. غتهزي النص ديالها وتخدمي بها، وغادي تزيدي ليا روح ديال الزبده، وهانتي عندك حلوه غزاله زوينه بزاف بزاف. يعني مهم مره مره نعطيكم القوالب ديال الحلويات، نفضحوهم نفضحوا الحلويات. شكرا بزاف، انا حسب الاطفال اقل من الصغار. امينه هادي امينه، خلي 60 حبه دخلي اختي، انا غندخلها دابا الفران. يلا دقيقه واعود، دقيقه وانا
طاوة اكبر دابا باش ما نضربش الساماره، لان قبيله من قبيل وانا كنضرب وانا كنكور. قولي لي بات ندير فيهم ما طيش الحك. لا 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 ما ديرش فيهم ما طيش الحك نهائيا، كتجيش فيهم هاد لي بات هادو ما كتجيش فيهم. اجينا ندير فرا ما تعذبيش والله الا غادي نكور ونكملوا. انا كنسمعكم شنو كتقولوا، يلا كنقرا شنو كتقولوا. فيها مكسرات غنديرها ان شاء الله، حيت فيها مكسرات بزاف باش ناكل ونحفظ، ولكن فين درت طبعا نقلب عليه. ماشي مشكل الا ما عندكش طبعا، نوريك طريقة امينه غتموتي بالضحك. نوريك راه امينه كتصوبها، بلاتي نوريك طريقتها. شوفي هذه هديه ليك وهديه للنجاح. فهمتي امينه كدير هكا كتضغط عليها مزيان هكا، شتيها كتشوفي ما كتبانش. اوكي الكاميرا غندير هكا، شوف دابا واش كتبان. لا ما كتبانش، علاش ما كتبانش؟ ما عرفتش علاش ما كيبان لي والو. بلاتي ندير هكا هانتي، انا غنحطها لك في الطاوله باش تبان لك. ها شتي كيفاش كدير لها امينه، كتضغط عليها هكا وكتحطها، ما ديري لا قالب لا حتى شي حاجه، شي حاجه ما كدير لها قالب لا والو، هكا كدير لها. والله العظيم دايما بنتي كدير لها هكا، مخلي هذه هنايا للتذكار. ما نشوفش كتبان ولا كتبانش. والله لا امينه كدير لها هكا، ما بانتش واعيبه. راه عاودت شكلتها لك، ما نحطها لك الوسط باش تشوفيها. ها انت راه دقيقه شتيها، كتضغط على غير يدها. قولي لي طريقه العطريه. واك واك ما ترى أمينة راها أميمة، ترى رتي أم تي أمينة راها أميمة، فهمت والو. فكرة زوينة والله إلا كدير لها هكاك مدورة، اش كيحسب لك سهلة. مهدي بقى مقابل حتى دار بيبي في حويجه